لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. عاوز اقول على حاجه برضو وانا كنت بتكلم على الزمالك نسيت اقولها. ان نائب رئيس نادي الزمالك السابق هاني العتال حصل على 3 احكام ضد مرتضى من محكمه العجوزه ومن محكمه الهرم ضد مرتضى بالغرامات الماليه 10,000 جنيه و501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والالزامه بالمصاريف واتعاب المحاماه في قضايا السب والقذف. طبعا الناس دي كانت رافعه قضايا وما كانتش بتتحرك غير لما مرتضى اترفعت عنه الحصانه لانه بقى بره المجلس النواب. فبالتالي القضايا بتتحرك وتاخد مجرياتها. دول 3 قضايا كسبهم هاني العتال. امبارح احد الاصدقاء كان ناشر الخبر في الوطن بالليل بكلم هاني العتال بقول له عم هاني ايه الاخبار ديت وايه اللي حصل اللي جرى؟ يقول لي لا تعليق. قلت له يا عم انت ايه حكايه لا تعليق دي؟ قال لي لا تعليق ما تكلمنيش في الامور دي. سيبنا عايزين نادي الزمالك مستقر، عايزين ينجح، عايزين نكسب الدوري، الناس اللي موجوده لازم نساعدها، لازم ندعمها، لازم نشوف هي محتاجه ايه، كسبنا سله وكسبنا طايره وكسبنا يد وبهدوء وباخلاق عاليه وبرقي وناس كلها واجهه مشرفه لنادي الزمالك وكده، فبالتالي احنا علينا ان احنا ندعمهم ونساندهم ولا نثير اي قلق. الامور اللي في المحاكم اللي بيني وبين اللي انت بتتكلم عنه انا خلاص الامور مع المحامي بتاعي بياخد اجراءاته وبناخد اجراءاتنا وخلاص. لكن انا لا عاوز اعلق ولا عاوز خلاص الموضوع ده نسيته. لازم نحافظ على استقرار نادي الزمالك ودعم اللجنه اللي موجوده برئاسه حسين بلبيب وكلنا كزملكاويه اللي هو عاوزه احنا تحت امره. كل الدعم وكل المسانده له. قلت له يا هاني والله انت راجل عاقل جدا وشاب جميل يعني 38 سنه وبتمتلك رؤيه كويسه سواء قبل كده لما وقفت ضد الفساد ودافعت عن حق الجمعيه العموميه لما انتخبتك ب 26,000 صوت نائبا لرئيس نادي الزمالك ودلوقتي ايضا تعقلك ده شيء ايجابي جدا 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 انك عاوز توفر الاستقرار والدعم والمسانده لمجلس الاداره الحالي حسين بلبيب لكن الاحكام دي بتاخد اجراءاتها القانونيه. لايك وشير وصلي على الزين. عجبني عجبني جدا ايه رايك في موضوع السوبر ليج الافريقي ومشاركه اقوى 20 نادي في افريقيا ودعم مادي كبير؟ ده اللي بيساله ليا الادمن اللي معايا. والله السوبر الافريقي ده لو حصل روعه الروعه. اول حاجه هيعمل عائد مالي كبير جدا للانديه، المنافسات هتبقى قويه، الدنيا هتبقى زي الفل. حلو جدا حلو جدا حلو جدا 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 جدا. عاوز بس اوجه شكر وتحيه الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الرساله اللي عملها امبارح محمد بيه مصلح رئيس الاتحاد السكندري على بناء استاد للاتحاد السكندري، وقبلها من شهر بناء استاد للمصري بورسعيد، وقبلها من 3 اشهر بناء استاد النادي الاهلي، وقبلها كان في شركه في مجلس اداره الزمالك قال لك هتعمل استاد للزمالك في اكتوبر. نتمنى ان كل الانديه تمتلك ملاعب ومدن رياضيه عظيمه وحاجات بالشكل ده. فمحمد بيه مصلح امبارح قال ان تم التوقيع مع جهاز الخدمه الوطنيه لبناء استاد وطني، استاد كبير لنادي الاتحاد السكندري، هيكون تمويله من استثمار عربي ومن جهاز الخدمه الوطنيه الجهاز المحترم، وهيضم مجمع صالات ومجمع حمامات سباحه وفندق باسم الاتحاد السكندري ومركز تاهيل عالمي لعلاج اصابات الملاعب. ووجه محمد مصلحي الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائمين على الرياضه المصريه، وقال ان احنا بنحلم بعوده النادي الاتحاد السكندري الى البطولات الافريقيه وباستعاده السله لامجادها، رغم ان هم ابطال العرب وابطال كاس مصر لكنهم خسروا امام الزمالك بفرق باسكت في بطوله الدوري. والنهارده كمان محمد مصلحي وقع عقود تمديد وتجديد عقود خالد الغندور والسيد سالم لمده 3 سنوات القادمه، واكد على ان هو يعني ايه حريص على تنفيذ طلبات الجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن والحرص على نجاحه باذن الله تعالى باذن الله تعالى. كل الشكر وكل التحيه وكل التقدير الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم كل الانديه الشعبيه وكل المؤسسات الرياضيه وحريص على ان كل المدن يبقى فيها استادات وكل الانديه الكبيره في المحافظات تنال حقها من الدعم، لان ارضاء لابناء هذه المحافظات زي اسكندريه سيد البلد الاتحاد السكندري. كلنا نتمنى ان هو يبقى عنده استاد، وقبل كده خد ارض في سموحه والدنيا ماشيه زي الفل. فكل التحيه وكل الشكر والتقدير الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وامبارح يعني كان حاجه جميله جدا
في موضوع الألف قرية حياة كريمة، وبعت رسائل واضحة 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 فيما يخص سد النهضة، وقال جملته الشهيرة يعني نبطل هاري وبضحكته الجميلة دي. فأنا كل ثقة في القيادة السياسية في مؤسسات الدولة فيما يخص سد النهضة، وواثق 100% أنه لن مفيش حد هيقدر يمس حق مصر. لايك وشير وصلي على الزين، وادع لنفسك والوالدين والغير. ولاء فهمي الغمروية بيحبوك. الغمروية دول يعني 100 غمر هجاي لهم انا يوم الاثنين، جاي لهم يوم الاثنين ان شاء الله، واحنا مروحين باذن الله تعالى. اعلى باللايك بقى يا عم، بقى صفر اللايك ده، احنا يعني كل ما شاء الله عددنا كبير. خلي اللايف ميعاده ثابت يا اونكل بهاء محمد. والله يا بهاء عشان ما فيش احداث يا حبيب قلبي، فاحنا محتارين مره نطلع الساعه 6 مره 7 مره زي النهارده كده 8 ولا 8 وي، بنحب نجيب معلومه ودي مباراه نهائيه، فبنبقى بنعمل تليفونات مع الزملاء اللي في المغرب والمصادر اللي في المغرب عشان اجي لك اقول لك التشكيل ايه، ايه اللي حصل، ايه اللي جرى. ف يعني احنا بنطلع بعد مباراه الاهلي والزمالك، وبنطلع في حدود 6 او 7 مساء لما بتبقى الامور طبيعيه. فعذرا وسامحنا وغصب عننا والله.